الهمزه المتوسطه على سطر. طيب ممكن تكتب الهمزه المتوسطه على سطر؟ ايوه ممكن تكتب على سطر، اللي هي الهمزه المفرده ممكن تكتب على سطر. امتى بقى؟ اذا جاءت مفتوحه وقبلها الف ساكنه لكراهه توالي الفين. مفيش الفين يجوا ورا بعض في الكلمه في اللغه العربيه ابدا. فلو لقينا الف ساكنه وجايه بعديها مفتوحه، همزه مفتوحه المفروض تكتب على الف. طب غلط، ما ينفعش الفين ورا بعض، لكراهه توالي الفين، فنكتب الالف على إيه؟ الهمزه على ايه؟ على سطر. زي كلمه يتفاءل، ادي قبلها الف ساكنه والهمزه جت مفتوحه تتكتب على سطر. ليه؟ لكراهه توالي الفين. يتساءل، يتساءل. طيب لو جت مفتوحه وقبلها واو ساكنه، مفتوحه وقبلها واو ساكنه، طيب زي ايه؟ توأم، نبوءه، جاءت الهمزه مفتوحه وقبلها واو ساكنه فتكتب على سطر. طيب لو جت مفتوحه وقبلها واو مشدده، واو مشدده زي ضوأه، بوأنا، عندك الواو هي مشدده، بوا، واو مشدده بندوس عليها بنتك عليها قوي وبننطقها مرتين، بوا. الواو جاءت مشدده وجاءت بعدها الهمزه مفتوحه اذا فتكتب على سطر. جاءت مضمومه، اذا جاءت الهمزه مضمومه بعد واو مشدده، يبقى لو مفتوحه وقبلها واو مشدده، ولو مضمومه وقبلها واو مشدده برضو تتكتب على ايه؟ على سطر. تبوؤكم، تبوؤكم، الهمزه هنا مضمومه، او او او، تبوؤكم، بس الواو اللي قبلها مشدده اذا فتتكتب على ايه؟ على سطر. لان انا ما ينفعش اكتبها على واو وقبلها واو مشدده، الواو المشدده دي تعتبر بواوين، فما ينفعش ان انا اكتب واو ثالثه كمان، اذا فلابد ان هي تتكتب على ايه؟ على سطر، تتكتب على سطر. مفتوحه بعد حرف ساكن، اذا جاءت الهمزه مفتوحه بعد حرف ساكن وجاء بعدها الف تنوين الفتح او الف المثنى، يبقى تيجي مفتوحه ولازم يكون قبلها حرف ساكن صحيح، يعني مش حرف عله، مش الالف ولا الواو ولا الياء. مفتوحه بعد حرف ساكن، مفتوحه بعد حرف ساكن وجاء بعدها الف تنوين الفتح او الف المثنى، لازم يكون بعدها الف تنوين الفتح، الف تنوين الفتح او الف المثنى اللي هي الالف والنون، بس بشرط لا يمكن وصل ما قبلها بما بعدها. ما اقدرش اوصل الحرف اللي قبليها بالحرف اللي بعديها، هنا لازم تتكتب على سطر. زي كلمه ايه؟ جزءان. الهمزه جت هنا مفتوحه وقبلها حرف ساكن صحيح اللي هو ازاي، وبعديها الف التثنيه، وما اقدرش اوصل الالف التثنيه بالزاي لانه حرف منفصل، اذا فهنا تتكتب على ايه؟ على سطر. خلاص، عندي كلمه جزءان، جزءان، هنا الهمزه جت مفتوحه وبعد حرف ساكن وجاء بعدها الف تنوين، وما اقدرش اوصل، لا يمكن وصل الحرف اللي هو الالف التنوين مع حرف الزاي لان الزاي من الحروف المنفصله، اذا فتتكتب هنا على ايه؟ على سطر.